تنا المشي ديالنا العام سيدي اخويا هنا شبعنا خبز وجينا كنتشمشوا العام سيدي هنا حيت فرحانين الماتوط رخيص الحليب حتى هو رخيص واخا تيديروا فيه شويه لا وكلشي كلشي رخيص وحنايا فرحانين بهاد الحكومه تبارك الله عليها راه غادا معنا مزيان زعما كاينه المهم تبارك الله عليها كنشكروها 100% داكشي اش خرجنا حنا هنا فرحانين بزاف وناشطين ومشمشين العام سيدي وتبارك الله علينا تبارك الله علينا حنا فرحانين معكم العام سيدي غير زيدوا علينا عرفتي علاش حيت كاين شي وحدين غا جالسين تيبغوش يهضروا على حقهم حنا غنخرجوا نهضروا على حقهم جينا نعبر على واقع الحقره اللي ولات تعيش فيها واحد الفئات اجتماعيه كبيره اللي ما بقاش قادره توفر المواد الاساسيه الضروريه للعيش في ظل الرفع الصاروخي ديال الاسعار في عهد حكومه اخ النوش واللي ضربت جميع الفئات الاجتماعيه بما فيها العاملات العمال اللي جمدات لهم الاجور ديالهم في الوقت اللي تترفع الاسعار ديال المواد الاساسيه. الرساله اللي بينا نوجهوا الاخ النوش والحكومه ديالو الغير اجتماعيه هي تخفيض ديال الاسعار لان المواطن المغربي تقهر وما بقاش قادر على الزيادات في الاسعار ديال المواد الاساسيه. هو واقع فعلا ولات تعيش واحد المجموعه من الفئات اللي ولات عايشه بالخبز واتاي. انا مضروره بغيناهم يرفقوا بينا وبغيناهم ينقصوا لينا شويه من هذا الشيء ديال الغلا وهذا الشيء ديال سميتو وتنطلبوا هاد الرؤساء وهاد المجلس النواب يرفق بالمغاربه وبالشباب وليداتنا وعندي وليد واحد ما صاب فين يخدم انا عندي السكر يمشي مسكين يدور تيعيا ويجي يقعد حدا المصاريف اولدي ولات غاليه بزاف حنا دوزنا شي ايام زينه تاعت الرخص وتاعت اسميتها ايامات الرجال اللي كانوا كان كل شيء كان زين كل شيء شبابنا دوزناه زوين رفيق طفولتنا كل شيء دوزناه زين في الرخا وفي كل شيء وهاد الايامات ولدي ولا الغلا بزاف اشي قدا وليدي راك تخرجي 1000 ريال اش تجيبي به والو وطيطه واسمه الحمله سيكلتيه لاباس الغلا ولا غالي 4000 ريال تتصرفها تنسحبوا تنجي نبقى نحسب تنقول راه طاحوا لي ولا هو على المصروف الغالي دابا ما جيتيش خرجتي غير على وديت راك حاسه به مضروره وليدي مضرورين 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 تقدري تقول للمسؤول الله يهديهم تنقول لهم الله يهديكم ترفقوا بينا ايامات الانتخاب تدور وتتقولوا نديروا لكم ونديروا لكم ونديروا ما درتوا والو الله يهديكم والله يحفظكم تاتوما وليدي والله يعاونكم